طيب عشان نسوي صوص الكراميل عشان الناس كمان يعرفوا ذي المعلومة، في ناس كثير يجي يقولوا ما يزبط معانا الصوص، صح؟ يكرمل ينحرق، ينحرق، ينشف، يصير في طبقة على الوجه أو يكعتل أو يتكتل. فأول شيء لما تحطوه لا تحركوا زي قبل شوية، أوكي، صحيح. عشان نحتاج تكون الأطراف هذه كلها تبدأ إيش تميع، أوكي. تبدأ تدوب عشان يتجانس الكراميل حبة حبة، يصير معك صوص مظبوط. طيب مو لما الأطراف حقتها تبدأ تذوب أحرك ولا ستيل؟ لا، لما تبدأ تذوب شوية تحسين أنه فعلا بدأ في عندك شيء سوائل، ابدأ حركي بحركة، أوكي. واحدة باتجاه عقارب الساعة. بس الآن ما أحرك شيء. الحين ما نحرك شوي، إحنا هنخليه. معلومات كثير مهمة من جد، يعطيك العافية. الله يعافيك. بس نسينا حاجة صغيرة. إيش؟ هنحط شوية الموية على الصوص حقي. ما فهمت، الحين تبي تحطي موية؟ أيوة، الحين بخليه شوية بس لما يبدأ يعطي الكرمرايزر. طيب أوكي، نحط شوية موية. طيب. وفي ناس عاد تقدر تحطوه الحين. بس احنا ايش، عشان احنا هنبدا بالشوكليت فهنحط المويه الحين، أوكي. عشان ما نصير رايحين راجعين. خلاص تمام، فحنحط شويه المويه. يعني ما حيأثر سواء ما حيأثر سواء حطيناها الحين او في وقت ثاني. خلاص احركه ولا بتحاول؟ لا 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 لا، تحركي. تمام هي بتظبط نفسها.